أعلنت قوات الجيش والمقاومة أسر العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع، بينهم أطفال، منذ بدء معارك تحرير المناطق الواقعة في الساحل الغربي للبلاد. وقال قادة عسكريون إن الجيش والمقاومة أسروا 10 أطفال ومصورا حربيا خلال المعارك التي شهدتها منطقة ذباب ومعسكر العمري. وأضافوا أن أغلب الأطفال ينحدرون من منطقة رازح بمحافظة صعدة، وتم تجنيدهم للقتال في صفوف الميليشيا.